لا احنا استعنا بشباب، يعني محمد هنيدي اكيد مش شباب. استضفنا هنيدي، استضفنا مين تاني؟ يمكن هنيدي بس الحقيقه هو اللي من الشباب. بص هي كانت مقصوده شويه. ليه؟ هقولك. على الاقل في البدايه، لان انا بحاول من خلال برنامج محطه النجوم بشكل او باخر ان انا اخد قصه حياه النجم اللي قدامي ده لمده سنتين. انا دونته عندي، بدل ما تقرا في كتاب بحاول المستمع اديله وجبه كده محترمه، هو بيسمع قصه نجاح وكفاح ونجوميه واستمرار نجاح لضيف لمده سنتين. فعشان اوصل ده واحطه في الفريم ده كان لازم اجيب اسامي فعلا عانت وبتشتغل من الستينات وفاهم قصدي. فكان ده الهدف في الحقيقة، ان اعمل ما بين النوستالجيا، ما بين ادي حاجة مهمة لما اعرف قصة نجم كبير زي حسن يوسف كافح وتعب ازاي ولحد النهاردة هو سايب اسم محترم، ادي مثال لحد بيحلم. فركزت على كده، بس اللي جاي هكون في شباب ده اكيد، بس هم الشباب دلوقتي مش فاضيين بيصوروا كده. دي المفاجأة بقى، الراديو ما بيدفعش فلوس النجوم، ودي حاجة ثابتة قانون يعني لأي راديو مش لنجومة في أم بس. فدي سياسة، احنا نجومة في أم بقى لنا 11 سنة، عمر ما أي نجم صغير كبير أي ضيف جه زار نجومة في أم الإذاعة دفعت له قرش. فهو بيجي المكان ده وهو عارف إنه من غير فلوس، فطبعا دي حاجة أصعب إنك تقدر تنزل نجم من بيته ومقابل لا شيء ماديا، وساعتين ويوم الخميس. انت فاهم يعني ايه تقول للنجم تعالى يوم الخميس؟ يعني سميرة سعيد الخميس مش ده اللي قبله، هي ساكنه في ساكنه في التجمع، بقت هو لما جت قالت لي انا مش مصدقه ان انا جيت، انا ازاي وافقت؟ قضيت ساعتين ونص في الشارع دائري، وهي بيتوتية جدا والديفة لدرجة ان بتقولي ان في اسامي كتيرة من الاعلاميين بدون ذكر اسماء يعني عاتبوها، لو لو طب انت بتنزلي اهو، وكمان هي هتروح في الحتة التانية بفلوس يعني. فقالت انت عملتيني مشاكل يا هند، بس انا مبسوطة، انا مبسوطة وده شرف لي. وشوشة، الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي، www.washwasha.org.